السلام عليكم. بمناسبة عيد العرش كان لي شرف أنه يكون أول معرض لي في هذه المناسبة. هذه المعرض يضم 17 لوحة وهو أول تجربة لي في مجال الفن التشكيلي. لوحاتي هي عبارة عن مجموعة من المواضيع اللي كانت بالنسبة لي رحلة لاكتشاف توجهي الفني، واللي أخيرا استقريت عليه على اللوحات التي تروها خلفي، اللي هي من مدرسة سورياليزم، المدرسة السريالية، اللي حاولت من خلالهم أنني نجسد شخص المرأة وتفردها في صورة زهور والورود، اللي كل وردة تحمل شخصية مختلفة حسب الألوان ودلالة الألوان ديالها، واللي بعد منها ألبستها القفطان المغربي الأصيل للربط بين كيان المرأة والأصالة المغربية والثقافة المغربية. هذه المناسبة كما نشكر جمعية الطونة سمير اللي تبنت المعرض ديالي واللي أعطتني المجال أنني نعمل معرض ديالي في المقر ديالها. وتعطشي للفن خلاني أنني نجرب تقنية أخرى وأدوات أخرى في حال الرسم على التوب والرسم بالفحم، اللي كنت كنستغل كل مناسبة كتكون باش أنني نحاول أنني نجسدها في لوحات بالفحم، في حال رسم جلالة الملك نصره الله، وعندي رسم للأسرة الملكية، الأمير مولاي الحسن والمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني. ومثلا في المونديال كان عندي أخذت لقطات كانت أثرت فيها وبقت في البال ديالي، فحاولت أنني نجسدها في لوحات بالفحم. بالمناسبة رسالتي لعشاق الفن التشكيلي أنه شنو ما كانت الوجهة ديالهم في الحياة وشنو ما كانت الدراسة ديالهم وشنو ما كان السن ديالهم، فالمجال دائما مفتوح والأفق دائما خصها غير المثابرة. وهنا كنستحضر الفنانة الشعيبية اللي رحمها الله، اللي وصلت لمراتب عليا وقدرت أنها تكون إنسانة عصامية وتوصل بواحد الفن اللي هو متميز وفريد وكيميزها. بالإضافة بغيت نقول أن المعرض كان تتويج لعمل ذاتي ومجهود ذاتي عصامي، بما أنني لم أدرس في المعهد الفنون الجميلة، وهو كذلك شغف موروث من أبا عن جد، عن أبي الأستاذ محمد ريان وعمي الفنان والأستاذ سعيد ريان، شيء اللي خلاني أنني نتعامل مع الألوان ومع الرسم بصفة عامة بطريقة عصامية وذاتية.